الله طالع كل الشريف، يعني هسه تريد تقنعني أمي من خطفت بسببك وبسبب ثاراتك ويا العصابات؟ بيش أبديلك؟ حشيشة، مخدرات، كريستال، غسيل أموال، تجارة بالأعضاء، عدد أنت بكيفك. أقول لك شنو؟ هاي صحوة الضمير؟ ولو اللي مثلك ضميرهم ما يصحى. لما القدر انطاك فرصة تعيش ما استغليت هاي الفرصة، لا أبد. تعرف ليش؟ لأن أنت واحد أعوج، رجعت مثل قبل وأنقص. أني ما أتشرف بيك وأنت مو أخوي. تستعر من أخوك واسف عليك. أقول لك إذا يريحك اقتلني. أنا مو مجرم مثلك، أنت واحد نذل أناني وحيوان وعاهب هذا المجتمع. أنا مو أخوك وما أتشرف بك. جب لك جب. والله كبرت وقفت بوجهي، ما حبيت هاي اللحظة أبد، لأنك أخوي. تعرف لو واحد غيرك واقف هاي الوقفة أصلخ من جلده صلخ. جرب مد إيدك وشوف شلون راح أكسرها لك. لا 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 ستار لك ابن الكلب. باي سوّي ستار لك سوّي ستار ستار. تعال هنا، تعال هنا، ايش راح اسوي فيك؟ تعال هنا. ايش تسوي؟ ايش فيك؟ باشا لازم نتحرك، شباب نادونا كخوة باتجاهنا. جيبوا هذول الرهائن، ما نطلع الا على جثثهم. لا حد يتحرك، لا حد يتحرك، حتى نبحر. لازم تحك، لا حد يتحرك. قول الربع خير يطلعوهم بسرعه. قول الربع خير يطلعوهم. لا حد يتحرك، لا حد يتحرك. فركوهم فركوهم فركوهم. اطلع شاب وحط الدور هنا بسرعه. خلي بالك شاب، وحط الدكتوره وهيبه وطلعوا منها بسرعه. سلامة ما اطلع الا الكاميرا. اطلعوه. ما اعوفك، وين اروح؟ دكتورة الله يخليك طلعي. ما اعوفك. اركض بسرعة. لا حد يتحرك. واسفه، تريد تذبح اخوك تصيب راسي بطل. لك اللي مثلك ما يستاهل الحياة. بسرعة. وياي الباب الثاني. بسرعة بسرعة، صعدوا 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 بسرعة. وانت اطلع وراي.